كانت صوفية، كانت صوفية. عشان انا ارجع لك تاني قبل ما اغادر هذه الخلوة اللي انا مش عايز اقوم منها، انه الصوفية كانوا موجودين ايام النبي في الصوفة، نقول ممكن، لكن الخلفاء الراشدين كانوا صوفيين؟ طبعا كانوا صوفيين. يعني ينطبق عليهم لفظ صوفي؟ طبعا. بعدين الصوفية ظهرت بعدين وبعدين طبعا. ليه الصوفية باختصار، او كما يعني رأيتها من خلال ما قرأت من الناس الكبار الافاضل، يعني ان هي حالة عشق لله وحالة ادراك حقيقية للدنيا. يعني ايه؟ يعني الصوفي زاهد، ايوه، ليس الزاهد بمن يترك المال او من لا يكتسب المال، لا، مش هو ده الزهد. يعني انت تشتغل وتكسب زي ما انت عايز، لكن لما تيجي تنفق، تنفق بزهد، او تبقى قلبك غير متعلق بالاشياء. يعني مفيش مانع تاكل احسن اكل، تلبس احسن لبس، تركب احسن عربيه، مفيش مانع ابدا، وتبقى راجل كويس، مفيش مشكله، وصوفي وكل حاجه. لكن لو راحت منك العربيه بكره ما تقعدش ترطم، لو راحت منك الفلوس ما تقعدش تعيط، لو الست اللي ما تدخلكش السجن، لو لا ما فيش حاجه تعمل فيك الحاجات دي. الصوفيه هي حاله فهم حقيقي للحياه، دخل فيها زي ما بقول لك حاجات بقى، حكايه شيوخ بتاع، ما انا ماليش علاقه بالقصه دي، لكن يعني الله علمنا ان نكون احرار، نعبده بحريه بينك وبينه كده، ما فيش حاجه. وخليك فاكر دايما ان الصوفيين دول الاصليين علمونا انه الله سبحانه وتعالى لما ويسالونك كل واذا سالك عبادي عني. سيدنا محمد بقى طلع وقال ايه بقى، طلع دي زي الاسكندرانيه، واذا سالك عبادي عني فاني قريب. مفيش حد بقى بين الله وبين عباده. ده بعض ما عندي من عن سيدنا نفيسه رضوان الله عليه، لكن في قلبي وفي عقلي كل مئات 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 المعاني والاشياء الخاصه بهذه السيده الطاهره النقيه. لكن يمكن عشان عارف ان كلكم بتحبوا السيده نفيسه وتعرفوا عنها اكتر مما نعرفه كتير جدا، فبقول لكم بس دعاء فك الكرب عند السيده نفيسه عشان تاخدوا بالكم منه. كانت رضوان الله عليها تقرأ الفاتحة مرة، ثم تقول سورة الإخلاص 11 مرة، ثم سبحان الله 11 مرة، ثم تردد هذه الأبيات: كم حاربتني شدة بجيشها، فضاق صدري من لقاها وانزعج، حتى إذا أيست من زوالها جاءتني الألطاف تسعى بالفرج.